الخوة اللي بيناتنا تعلينا تقوينا تقربنا. السلام عليكم إخواني أخواتي متتبعي قناة ألخوة، ومرحبا بكم. كتبت جريدة الاتحاد أنفو في مقال لها تتحدث فيه عن معاناة طفل صغير، حيث أظهرت صور توصلت بها الجريدة يوم السبت طفلا من كاف نسور ضواحي مدينة خنيفرة عليه أثار حروق وكيب النار بأطراف من جسده، ومن خلالها طلب بعض أقاربه السلطات المسؤولة والجمعيات المعنية بأوضاع الطفولة بالتدخل لحمايته من المعاملات البشعة التي يتعرض لها، مع توجيه أصابع الاتهام لزوجة الأب، وهي التهمة التي يؤكدها خال الطفل، مشيرا إلى أن الضحية ابن أخته المتوفاة عام 2013 يتعرض للتعنيف، وفتله أن تعرض لكيب النار، لافتا لوجود ضغوط على الطفل لتبرئة زوجة الأب واتهام الشقيقة الصغرى. وتفيد المعطيات المحصل عليها من طرف الجريدة أن الطفل الذي لم يتجاوز سن 8 سنوات ويدرس بالسنة الثانية من التعليم الأساسي توفيت والدته تاركة إياه وعمره 6 أشهر، إلى جانب 3 شقيقات، حيث التقاه خاله قبل 3 أيام ولاحظ عليه أثر الحروق، فقام بتوثيق المشهد صوتا وصورة باستعمال هاتفه النقال قبل إشعار مصلحة الدرك الملكي بالأمر، حيث أسرعت الأخيرة إلى استدعاء الأب وزوجته والاستماع إليهما في شأن النازلة، فيما تم الاستماع للطفل ولشقيقته، وعلم أن مصلحة الدرك الملكي بكاف نسور أنجزت محضرا في النازلة وأحالت ملفها على مركز الدرك بخنيفرة، هذا الأخير الذي بشر تعميق تحرياته انطلاقا من الاستماع لأقوال زوجة الأب ثم للطفل وشقيقته ووالديهما. كما كتبت الجريدة كذلك أن الدرك كاف نسور عاد فاستمع لأقوال خال الطفل في النازلة ولبعض الشهود الذين أكدوا بحسب المصادر ما يتعرض له الطفل من معاملات عنيفة، نزيف مستمر مع ويلات زوجة الأب. وهذا يطرح في بال المواطن المغربي عدة تساؤلات، لماذا هذا التعامل الشنيع من طرف زوجة الأب؟ فلذلك على السلطات التدخل في القضية بحزم وصرامة، ومحاسبة كل طرف له يد في تعذيب هذا الطفل الصغير الذي لا حول له ولا قوة. شكرا على المتابعة والمشاهدة. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتيفي الجرس باش يوصلك جديد فيديوهات من أول خوا.